السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، زي ما شرحناه من كتاب المدرسة بنشرحه من كتاب المعاصر، والنهاردة بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 Making a healthy body أو إزاي نعمل جسد صحي. النهاردة هناخد lesson 5 و lesson 6، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson 5 عنوانها What happens to the food you eat؟ ما الذي يحدث للطعام الذي تأكله؟ بيحصل للطعام اللي انت بتاكله ايه؟ فهنا بيقول لنا read and learn، اقرأ وتعلم، then answer the questions، وبعدين اجاوب على الأسئلة. فبيقول لنا هنا food gives our bodies energy، الطعام بيدي أجسامنا الطاقة. A train, plane and car all need fuel to run، كلهم محتاجين فيول اللي هو وقود to run علشان يتحركوا. As fuel، زي الفيول زي الوقود ده provides them with energy، ما هو بيوفر لهم الطاقة. Our bodies أجسامنا also need food for energy، برضو بتحتاج الفود علشان الطاقة، يبقى الفيول بتاعنا احنا هو الفود. Food contains thousands of different nutrients. Food contains thousands of different nutrients. الطعام بيحتوي على آلاف العناصر الغذائية المختلفة. Nutrients العناصر الغذائية provide the human body، بتمد جسم الإنسان with the needed energy، بالطاقة المطلوبة. هنا طبعا بيوري لك الـ digestive system أو الجهاز الهضمي، آدي الستومك وآدي الماوث. فبيقول لك هنا digestion process أو عملية الهضم. The body has a process called digestion، الجسم في عملية اسمها digestion أو عملية الهضم، which change the food اللي بتغير الطعام we eat اللي احنا بناكله into simpler parts. Simpler parts أجزاء أبسط، الجسم بتاعنا بيحول الطعام اللي احنا بناكله ده من شكله اللي احنا بناكله بيه لأجزاء أبسط، بيفتته بيحلله بيخليه يبقى أجزاءه أبسط بكتير، بحيث إن إحنا جسمنا يقدر يمتصها وياخد منها الطاقة اللي هو محتاجها. When the food is broken down، لما الطعام بيتحلل، the body absorbs it، الجسم absorbs it بيمتصه to get energy علشان يحصل على الطاقة. فبيعرفنا هنا بيقول لنا the bath of food in our bodies، bath الممر المسار بتاع طعام في جسمنا. Digestion begins when you put food in your mouth. Chewing breaks up food into smaller pieces. When you chew food, saliva اللي هي اللعاب، a liquid in your mouth can easily soften the food and begin the breakdown of the food. يبقى هنا بيعرف لك ان عملية الهضم بتبتدي اول ما تحط الطعام في بقك، اول ما بتعمل عملية النضغ chewing بتكسر الطعام لحتت اصغر. السلايفا اللي هي اللعاب اللي في بقك بيساعد كمان ان الطعام يحصل له عملية التكسير ويتحلل لأجزاء أبسط. بعدين بيحصل كمان عملية البلع، الطعام بيتبلع. فالسكند ستيب أو الخطوة الثانية بتقول After you swallow the food muscles push it down to your stomach. بعد ما تعمل swallow، بعد ما بتبلع الفود، العضلات بتبوش it down، بتزقه لتحت علشان يروح للستومك أو المعدة.
Your stomach products produces and produces يعني بتنتج an acid hemd. Muscles in the stomach squeeze يعني بيعصر. The food with the acid to break down the food, then the digested food leaves the stomach. تمام. بعد كده في المرحلة الرابعة. The digested food moves to the intestines. Intestines الأمعاء. To continue, يكمل أو يستمر. The digestion process. The nutrients in the digested food are carried away in the blood, giving all parts of the human body energy to do all activities. تمام كده. طبعا هنا مدينا بعض الاكزامبلز والاكسرسايزز، ده هوم ورك على الكلام اللي احنا لسه مذاكرينه من شويه. وبعدين بيعرفنا هنا ازاي ان المعده او الاستومك بتشتغل، فبيدينا هنا اكتيفيتي كده نعمله مع بعض. بيقول لنا هات الحاجات المطلوبه منك هنا، فولو ذا ستيبس، اتبع الخطوات. To make a model stomach عشان تعمل نموذج للمعدة. Then answer the questions، وبعدين أجاوب على الأسئلة. فبيقول لك الماتيريالز أو المواد المطلوبة منك، عندك هنا ليمون جوس، ده حوالي عصير ليمون حوالي 60 ملي، بلاستيك باج، شنطة بلاستيك، piece of crackers أو بسكويت يعني thin biscuits أو بسكويت رفيع مش تخين. وبعدين a piece of thread أو قطعة من الحبل. step 1 بيقول لك هنا في step 1 pour the lemon juice، صب الليمون عصير الليمون into the plastic bag في الشنطة البلاستيك. then this juice acts like the acid in your stomach، ده مكان حمض المعدة. تاني حاجة بيقول لك break the two pieces of crackers، كسر قطعتين البسكويت into few pieces لقطع صغيرة. This is what your teeth and tongue do before you swallow، كأنك نضغتهم ببقك يعني. 3 بيقول لك break the two pieces of 3 بيقول لك put the crackers into the bag and tie it with the thread، بيقول لك حط بقى البسكويت المكسر ده في الشنطة واقفلها بالحبل. 4 بقى بيقول لك 4 بقى بيقول لك carefully بحرص use your hand to squeeze the crackers، استخدم ايديك علشان تعصر الكراكرز in the lemon juice في عصير الليمون. بيقول لك this is what the muscles in your stomach do to squeeze food during digestion، ده اللي بتعمله عضلات في معدتك علشان تعصر الطعام علشان خاطر تحصل عملية الهضم في المعدة. بيقول لك هنا الobservation أو الملاحظة، the lemon juice عصير الليمون اللي هو الأسيد of the stomach اللي هو حمض المعدة، break up the crackers كسر وحلل البسكويت الفود more rapidly and easily بشكل خلاها بشكل سهل جدا. الconclusion أو الاستنتاج، the acid of the stomach الحمض بتاع المعدة breaks up بيحلل بيكسر food into simpler parts الطعام لأجزاء أبسط to get the nutrients into in the food علشان يحصل على العناصر الغذائية اللي متخزنة جوه الطعام. muscles العضلات help our stomach بتساعد معدتنا to squeeze the food we eat علشان تعصر الطعام اللي احنا بناكله. بعدين بيقول لك هنا complete the homework.
عندنا في ليسون 6 بيكلمنا على الهارت، بيقولك my heart، فبيقولك هنا read and learn، بيقول لنا هنا the heart أو القلب. طبعا fun fact، معلومة مرحة، laughing is good for your heart، الضحك مفيد لقلبك. هنا طبعا بيوريلك مكان الهارت فين، هو مكان الهارت قدام اللانكس أو الرئتين، two lungs أهو، وما يكون موجود قدامهم بينهم كده تقريبا، ادي الهارت بتاعنا اهو. وهنا طبعا blood flow، دم بيتدفق يمين وشمال داخل القلب وخارج منه. فبيقول لنا هنا the structure of the heart، هيكل القلب. It is a muscular organ، هو عضو عضلي، muscular يعني عضلي، عضو عضلي، about the size of your fist، قبضة يدك. fist اللي هي قبضة ايه؟ اليد، اللي هي لما تبقى عامل ايدك كده، قلبك قد قبضة ايدك. تاني حاجة the location of the heart، مكان القلب، مكان موجود فيه القلب. it is located between your two lungs، هو بين الرئتين بتوعك. inside your chest، your chest يعني صدرك، بداخل صدرك. طبعا بيوري لك هنا ان الدم اللي خارج من القلب رايح للبادي، والجامد اللي راجع للقلب من البادي، الازرق اهو ده from body، وده هنا to body، ده راجع للقلب، ده راجع للجسم، ده رايح للجسم. طبعا رقم 3 هنا بيقول لنا the job of the heart، وظيفة القلب، it keeps blood moving through your body، بيخلي الدم يفضل يتحرك خلال جسمك في انحاء جسمك. which carries، اللي بيحمل oxygen، الأكسجين، and nutrients، والعناصر الغذائية، to every part of your body، لكل جزء في جسمك. some facts about the heart، بعض الحقائق عن القلب. the heart is fills with blood، القلب مملوء بالدم. when it expand or stretches، لما بي 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 expand يعني ينبسط، و stretches يعني ينقبض. stretches ينبسط، و expand ينقبض، expand يعني ينقبض. when the heart contracts or squeeze، لما القلب، when the heart contracts or squeezes، لما القلب بيعصر، it pushes blood out into blood vessels، بيخرج الدم ويوديه الأوعية الدموية. that runs through the body، اللي بتمشي في أنحاء الجسم. the heart beats، القلب، نبضات القلب، many times، the heart beats many times per minute، القلب بينبض مرات كتير قوي في الدقيقة الواحدة. each beat كل نبضة pushes blood through the body، بتخلي الدم، بتدفع الدم للجسم. the heart continues to beat for you whole life، the heart continue to beat for your whole life، القلب بيفضل ينبض على مدار حياتك، ما بيوقفش ابدا نبض وانت صاحي وانت نايم. طبعا هنا بيعرفنا تحت هنا red color ده blood filled with oxygen، الدم اللي فيه اكسجين. blue color ده blood does not have oxygen، الدم اللي ما فيهوش اكسجين. وبعدين هنا بيقول لنا the bath of blood through the heart، مسار الدم في القلب، مسار الدم هو ايه؟ داخل وخارج من القلب. فهنا بيقول لنا في number one blood comes from all the body parts to the heart، الدم راجع من كل اجزاء الجسم للقلب. the heart pushes blood to the lungs، بعد ما يرجع الدم من الجسم للقلب وهو ما فيهوش اكسجين، القلب بيدفع الدم للرئتين.
blood returns back to the heart. بعدين كده رئتين بتحط عليه الأكسجين وترجعه للقلب تاني تقول له هو خلاص حطيت لك عليه أكسجين يا قلب. The heart pumps blood to all the body parts. بعدين القلب بيروح مرجع الدم تاني مرة تانية للجسم كله علشان يديله أكسجين مرة تانية. ودي اسمها إيه الباث أو المسار. ودي اسمها الباث أو المسار بتاع الدم البلود through the heart في للقلب. Through the heart خلال القلب. وبكده نكون أخدنا درس النهاردة لحد page 61 أو صفحة 61. أتمنى تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.